مشاهدينا في كل مكان، أهلا بيكم. حلقة جديدة من برنامجنا خليك معانا. مما لا شك فيه طبعا إحنا كلنا عارفين إن في الفترة الأخيرة ازدادت نسبة الإصابة بمرض سرطان الثدي. طيب هل الطب الحديث توصل لوجود حلول سريعة ولا لسه؟ طبعا إحنا عارفين إن تمت محاربة المرض من سنوات عديدة، وأثبتت الدراسات إن جهاز المناعة لا يرى الأورام، يعني يرى البكتيريا ويرى الفيروسات وبيقوم بمحاربتها. طيب والأورام علاجها إيه؟ طبعا في السنوات الأخيرة تمكن الباحثون من فك الارتباط بين الخلية المناعية والخلية السرطانية، فأصبحت المناعة تهاجم السرطان وبقوة. إيه هو أحدث علاج لأورام الثدي في 2021؟ ده اللي احنا هنعرفه مع القامة الطبية اللي منورانا النهاردة، دكتور أحمد سليم فؤاد، أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة. أهلا بيك منورنا يا دكتور. دكتور أحمد، إيه هو أحدث علاج في سنة 2021 لعلاج أورام الثدي؟ السؤال ده في منتهى الأهمية، لأن احنا بنتسأله دايما بالمريض اللي هو متشوق، وأهل المريض المتشوق لأحدث علاج، هو عاوز أحدث علاج، لأن أورام الثدي هي أكثر انتشاراً، هي تمثل 25% من الأورام عموماً، وفي نفس الوقت هو بيجد في بعض الأحوال نجاح وبيسمع عن بعض الأحوال في فشل، فدايماً بيسأل إيه هو أحدث شيء؟ إحنا بنقول إيه أحدث شيء بنعرفه كأطباء وكخبراء وكعلماء من خلال التواصل مع الجمعيات العلمية والدوريات العلمية المنشورة شهر بشهر وسنة بسنة عشان نعرف ايه هو احدث علاج. والغريب برضو ان احنا كل شهر بيظهر جديد. عن هدي لحضرتك امثلة لثمان انواع من الانواع الحديثة اللي ظهرت في الست شهور اللي فاتت، مع اللي بيعتبروها الخبراء ما هو الجديد في علم الاورام، What's new in oncology. على سبيل المثال، فأورام الثدي في ديسمبر ظهر استخدام علاج مارجو توكسوماب كنوع من أنواع العلاج الموجه لأورام التي تستجيب للموجه. يمكن مش كل السادة المشاهدين يبقوا فاهمين اللي أنا بقول إيه، بس أنا بديلك حضرتك نموذج من الأمثلة. معنى كده إن هناك أنواع لأورام، أنا لسه أنا هدي بس الحاجات النبذة على الحاجات اللي ظهرت وبعدين هاجي لحضرتك في السؤال ده. إن مثلاً من ضمن الحاجات اللي ظهرت دواء اسمه أتيزوليزوماب، ده نوع من العلاج المناعي يستخدم مع العلاج الكيميائي لمقاومة أمراض الثدي ثلاثية السلبية. بيمبرولوزوماب مع العلاج الكيميائي لبعض الأورام السرطان السلبية الثلاثية السلبية. العلاج الهرموني الموجب أبيماسايكليب، ده دواء انا بدي برضو حضرتك نماذج حتى الساده المشاهدين يمكن يبقوا مش سامعين على الكلام ده، أبيماسايكليب حاجه حديثه يستخدم بعد الانتهاء من العلاج الجراحي المبكر. المقصود ان كل شهر في حاجه بتظهر جديده تضيف خطوه من خطوات العلاج لنوع مختلف من انواع الاورام الثدي. فده اللي هيبقى معنى ايه انواع الاورام. افهم من كده ان في اكتر من نوع لاورام سرطان الثدي، وهل مثلا كل نوع بيستجيب للعلاج المناعي الحديث يا فندم؟ اشكرك على السؤال. هو الاورام الثدي احنا ما بنعتبرهاش نوع واحد، بنقسمها الى انواع من الاورام الثدي السرطانيه هرمونيه الاستجابه او عديمه الهرمونيه الاستجابه، أورام الثدي هيرتو الاستجابة بدون الدخول في الاسم، هيرتو الاستجابة وهيرتو عديمة الاستجابة، أورام الثدي مناعية الاستجابة وغير مناعية الاستجابة، وأورام الثدي المبكرة والمتقدمة والمنتشرة. يعني مع بعض دول أنواع متعددة، دور الطبيب والخبير إن هو كل مريض يبقى في أي فئة من هذه الفئات أي نوع، ودي حاجة مش سهلة علينا نعرف هو النوع ده والمريض ده والمريضة دي أي نوع من أنواع الأورام وأي مرحلة عشان نقدر نجيب الدواء والخطة المناسبة لكل مريض.
من كلام حضرتك ان العلاج المناعي هو احدث علاج في مصر لعلاج اورام الثدي. فعلا. بنستخدمه امتى؟ وهل مثلا اقدر استخدمه مع كل نوع من انواع الورم ومع كل حالة، ولا بتختلف مثلا من حالة لأخرى، نوع ورم لنوع ورم آخر؟ فعلا العلاج المناعي زي ما بنسمع هو في الواقع أحدث طرق العلاج للأورام عموما وأورام الثدي خصوصا. ولكن يعني إيه العلاج المناعي؟ العلاج المناعي هو علاج دوائي باخده عن طريق الفم أو عن طريق الحلق، دواء هدفه في الآخر إن هو يدمر الخلية السرطانية ويوقف تكاثرها ونموها. إحنا كل الفشل اللي بنقابله في أورام الثدي والأورام عموما إن خلية الأورام الثدي إنها تنتشر وتنمو 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 وتكبر وتدمر الأنسجة اللي حواليها، تدمر الرئة، تدمر الكبد، تدمر العظام، تدمر المخ. فلو نجحنا إن الخلايا الأورام السرطانية ندمرها ونوقف نموها ده هيبقى نجاح. العلاج المناعي بيقوم بالدور ده من خلال مسار مناعي، وانا هشرح يعني مسار مناعي. وبرضو العلاج الهرموني بيدمر الخلايا من خلال مسار هرموني، والعلاج الموجه بيدمر خلايا سرطانية من خلال مسار موجه، والعلاج الكيميائي كذلك. يبقى الكيميائي والهرموني والموجه والمناعي أدوية تدمر الخلية السرطانية وتمنعها من النمو والتكاثر والانتشار. المناعي بقى بيعمل ايه؟ اكتشفنا ان الكرات الدم البيضاء عندنا اللي هي تمثل جزء من العلاج المناعي للجسم بتبقى بتقدر تعمل تشل الخلية المناعية، بتدمر الخلية السرطانية. بعض الخلايا السرطانية بتقدر تشل الخلايا المناعية، بتعمل شلل للخلايا المناعية. شلل الخلايا المناعية ده العلاج المناعي بيحرره تاني، لأن الحتة دي نقطة تقنية مش هامة جدا، إن الخلايا المناعية بتدمر الخلية السرطانية، بل لكن الخلية السرطانية عاملة لها شلل. العلاج المناعي اللي بيجي ده من بره بيحرر الشلل ده، فبيخلي المناعة والخلايا المناعية تدمر الخلية السرطانية. نقدر نستخدمه العلاج المناعي، نقدر نستخدمه مثلا مع كل حالة؟ الحقيقة لا، لازم ان يكون الخلايا دي بتفرز، خلايا السرطان دي بتفرز الرابط اللي بيشل الخلية المناعية. يعني الخلية السرطانية بتفرز رابط يشل الخلايا المناعية، فالخلايا المناعية مش قادرة تدمر الخلايا دي، فلازم يكون هي، لو ما كانش بتفرز كده يبقى مش هيفيد الخلايا المناعية، عشان كده ده نجري اختبار. فيعني احنا عايزين حضرتك اسمه تقول اسمه ايه؟ اسمه ثلاثي سلبية. هنشرح يعني ايه ثلاثي سلبية. احنا عندنا اورام السرطان ممكن تبقى هرمونية موجبة وهرمونية سالبة، ممكن تبقى هيرتو موجبة وهرمونية وهيرتو سالبة. لما يكون الهيرتو سالب والهرمونيه ثنائيه السالبه يبقى ده اسمه ثلاثي السلبيه. ده نوع من الانواع الخبراء والعلماء بيكتشفوه مع المعمل. يبقى اذا كان ثلاثي السلبيه يبقى ده هيستجيب غالبا للعلاج المناعي. لو كان مش ثلاثي السلبيه، هرموني موجب ده مش ثلاثي سلبيه، هيرتو موجب مش ثلاثي سلبيه، يبقى اذا لا فائدة من إضافة العلاج المناعي. يبقى العلاج المناعي رائع، مهم، متقدم، بس مفيد لقطاع معين ونوع معين من أنواع الأورام. يعني نقدر نقول مثلا الحالات المبكرة، المبكرة يعني اللي يروح للمركز أو الطبيب الأول ده بيبقى علاجه أسهل من اللي يتأخر. هو اللي هيجي لنا، اللي هيجي لأي طبيب وخبير، هيبقى الجزء الهام جدا في أول استقبال المريض هو أي مرحلة، منتشر وغير منتشر، ومبكر وغير مبكر، عالي الخطورة أو غير عالي الخطورة. بنعرف الكلام ده من حجم المرض، عدد الخلايا الليمفاوية المصابة، عدد الخلايا النشطة تحت الفيلد أوف مايكروسكوب، يعني
هي كميه الخلايا نسبه الخلايا الناشطه عالي الخطوره ام غير عالي الخطوره، منتشر غير منتشر، يستجيب للمناعي ام لا، يستجيب للهرموني ام لا، يستجيب للموجه ام لا، يستجيب للكيميائي ام لا، كل الامور دي تتحط في الخطه الكبرى، هو ده نختار له افضل علاج. يعني العلاج المناعي ده لا يصلح لكل انسان، لا يصلح لكل مريضه، يصلح لبعض الحالات، وده شيء يعني هو ده خبره الطبيب والمركز اللي بنقدر نسخرها عشان نوصل من هو الطبيب المريض المناسب للدواء المناسب. طيب حضرتك طبعا عارف ان اغلب المصريين يعني كان لا حصل ورم سرطاني لا اسافر اتعالج بره. دلوقتي احنا عندنا علاج مناعي في مصر الحديث والجديد، فيه الادويه بتاعته متوفره بسهوله في مصر كده ولا بصعوبه ان انا الاقيها؟ يعني عادي الدواء بتاعه القاه بسهوله العلاج المناعي؟ هو العلاج المناعي وكل الادويه الحمد لله متوفره جدا في مصر لعده اسباب. اولا مصر بلد كبيره، امكانيات العلميه فيها عاليه جدا، شركات الادويه بتحرص بشده انها توفر الادويه الحديثه جدا في نفس اليوم اللي تكون موجود بره، وفي نفس الوقت الشركات العلميه هي بتكسب فلوس، يعني فهي بتوفر الدواء وبتضمنه وبتيجي هنا بتفتح الفروع بحيث ان الدواء يبقى دواء مضمون مش مهرب مش فاسد وبيبقى موجود. فالعلاج المناعي موجود، كل الادويه اللي انا قلت لحضرتك عليها دي اذا كان موجه او هرموني او كيميائي او مناعي الحديثه جدا موجوده جدا في مصر ومتوفره. وبالعكس احنا في جامعاتنا اجرينا عليها ابحاث وشاركنا في ابحاث اصدارها وقبولها عالميا، يعني حتى قبل ما تقبل عالميا كنا بنشارك كجامعه وكمراكز طبيه مع المراكز العالميه في اختبارها. و يعني طيب دور المركز يا دكتور هنا، يعني انا كمصريه، يعني احنا برضه عايزين نوصل المعلومه للساده المشاهدين، انا كمصريه اعرف ازاي المركز الكويس مش المركز اللي هيفيدني وهيجيب لي نتيجه في العلاج وخبره الطبيب، ولا رايحه مركز؟ لان حضرتك عارف المرض ده لو اتمكن الانسان ممكن بيضيع طبعا، او لو اتعالج غلط. دور المركز هنا ايه في اختيار العلاج المناسب؟ انا هقول لك الاربع اعمده التي تضمن نجاح العلاج، اللي هو طبعا المركز والطبيب والخبير لازم يتوفر فيهم الاربع اعمده دول. اولا الخبره الطويله في علاج مرضى الاورام الثدي، يعني والعدد الضخم من الحالات، لان الخبره السابقه بتدي رصيد من كيف نتجنب المشاكل ولا نقع في نفس المشاكل اللي شفناها قبل كده. يبقى الخبره الطويله دي مهمه جدا، والعدد الضخم يبقى ده مهم. الجزء الثاني نكون متعرف المركز ده على احدث اساليب العلاج الحديثه. طب هنتعرف ازاي على احدث اساليب العلاج الحديثه؟ ان المركز والخبير يكون متصل ومشترك في جمعيات عالميه ومشارك في المؤتمرات العالميه الدوريه شهر بشهر وسنة بسنة علشان يبقى مطلع على الحديث، ويكون بيشتغل في أماكن نفسها في داخل مصر وخارج مصر بتقدر تتواصل مع ما هو حديث. يبقى هو الخبرة الطويلة والمعرفة بالحديث أولا بأول من خلال الاشتراك في الجمعيات والدوريات الطبية. الجزء المهم جدا إن هو يكون المركز أو الطبيب يكون من خلال فريق من تخصصات مختلفة عشان تصل للأفضل. تخصص العلاج الكيميائي الهرموني الإشعاعي الحديث التغذية التلطيف، تلطيف الأعراض الجانبية من آلام من ميل للقيء من إعياء، يعني الأعراض الجانبية ده فرق. العلاج السيكولوجي العلاج الجراحي، يعني لازم يكون من ضمن فريق متكامل متكامل لاستفادة المريض من هذا الأمر. ومن ضمن الحاجة الرابعة المهمة جدا أنا قلت لحضرتك الخبرة الطويلة، الاطلاع على الأحدث، الفريق المتكامل، والحاجة الرابعة أن يكون قادر على معرفة مزايا الدواء الحديث في مقابل عيوبه. يعني الدواء ده هيحقق فائدة مثلا شفاء نسبة 50% أو 80% أو 70%،
طب أعراضه الجانبية إيه؟ ومتاعبه إيه؟ وتكاليفه إيه؟ وقادر على اختيار للمريض المفضلة بين الفوائد، لأن في بعض الأدوية تبقى حديثة جدا وتحقق 4 أسابيع فرق في الكفاءة أو أسبوعين، مش شرط أن ده يكون شيء مبهر، يعني قادر على المقارنة بين المزايا لكل دواء وعيوبه من الأعراض الجانبية ومن التكاليف ومن الإرهاق على الأمراض الأخرى من زي السكر والضغط والقلب والحساسية والمناعة. اختيار الدواء والخطة المناسبة للمريض المناسب والسن المناسب والمرحلة المناسبة، ده شيء محتاج منتهى المهارة، منتهى الاطلاع، منتهى الخبرة للمركز والطبيب اللي بيتولى هذا الأمر. اسمح لي يا دكتور ناخد أم سليم معنا من القاهرة. ألو. ألو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. بنصلك، أنا كنت عايزة أسأل الدكتور بخصوص العلاج الهرموني اللي بعد عملية فصل الورم في الثدي، ممكن؟ العلاج الهرموني؟ اللي بعد، يعني تم استئصال كامل للثدي وتم استئصال الورم من حوالي 8 سنين في 2012، وتم أخذ علاج الهرموني اللي هو نالفاديكس في الأول وبعدين في مارة، والمفروض انها كملنا لغاية 8 سنين. في دراسات بتقول لازم المفروض نفضل 10، هل ده صحيح؟ يعني أفضل أكمل لغاية 10، علما بأن أنا ما كانش عندي أي، بالنسبة للغدد الليمفاوية ما كانش فيها أي إصابة، يعني كانت الإصابة الحمد لله تم تحليلها كلها، ما كانش فيه. السؤال حضرتك يا فندم، هل ممكن يستمر العلاج الهرموني إلى 10 سنوات بعد العملية الجراحية؟ نعم ممكن، في بعض الأحوال بيستمر 10 سنوات، ده شيء حديث يعني، ولكن بيعتمد على عوامل الخطورة، يعني بنشوف إيه هي عوامل الخطورة في المرض، من عدد الغدد الليمفاوية، من عامل يسمى KI67، من حجم المرض، من اختراق الخلايا للشعيرات الدموية، من اختراق الخلايا للأطراف العصبية، مجموعة كبيرة جدا من العوامل، وبعدين نصنف المرض عالي الخطورة أو بسيط الخطورة. وممكن نستمر في العلاج الهرموني لعشر سنوات، أو ممكن، ده شيء جائز. يعني حضرتك ممكن اسال، يعني حضرتك مش معنى كده انه الاضمن او ان الاحسن او الاحوط ان انا استمر العشر حتى لو ما كانش عندي كل العوامل اللي حضرتك قلت عليها؟ كل حاله حالتها فندم، يعني احنا بنقول الكلام العام، اما كل مريض فله اختيار حسب العوامل بتاعته. فيما يخص الكلام العام، ايوه ممكن نستمر العشر سنين. كل المرضى بنستمر 10 سنين؟ لا، في ناس بنستمر 5 سنين، في ناس 10 سنين. معانا علياء من القاهرة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك، اتفضلي. أهلا بحضرتك، ممكن أسأل الدكتور سؤال لو سمحت؟ دكتور أحمد سليم فؤاد مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. أهلا بحضرتك. يا دكتور ممكن أسأل الغدد اللي هي الغدد اللبنية. ألو. كملي سؤالك يا فندم، أنا سامع حضرتك. الغدد اللبنية يا دكتور لما تكون متضخمة، هل فعلا هي ممكن تتشال ولا ممكن؟ الو، سامعين حضرتك، اتفضلي كملي سؤالك. يا دكتور الغدد اللبنيه، في تضخم في الغدد اللبنيه؟ تضخم في الغدد اللبنيه، احنا يا فندم بنتكلم على اورام سرطانيه، اما ما عدا ذلك فبيبقى ده تخصص طبيب الجراحه العامه، انما لو كان في غدد اورام سرطانيه تم وجودها بالتحليل نقدر نتكلم على ان ده ورم سرطاني، اما ما عدا ذلك فهيبقى ده تخصص الجراحه العامه اللي يقدر يفيد حضرتك. شكرا علياء من القاهره. دكتور احمد، النتائج اللي تم التوصل ليها في العلاج المناعي الحديث ده، يعني احنا كلنا منتظرينه، النتائج اللي تم التوصل ليها دلوقتي. انا عاوز بس برضو ان احنا ايه، يعني ناخد الامور بقدرها، لا زياده ولا اقل. العلاج المناعي ده حديث، إنما هو علاج دوائي أضاف شيء خطوة، بس الناس مش، يعني مش عاوزين الناس تعتقد إن هناك دواء قضى على أورام السرطان.
يعني برضو ده يعني أورام السرطان بتتقدم تدريجيا من خلال مجموعة أدوية. يعني ممكن في يعني هو مش بيقضي على أورام السرطان كاملة، بس برضو إحنا مش بنبالغ لما نقول إن هو ثروة. يعني إذا ما كانش بيقضي على نوع معين ولا على حالة معينة، هو لكن جيد، هو ثروة، هو جيد، ولكن في بعض الأحوال هو لا يصلح له المناعي، ويصلح له علاج كيميائي رائع جدا صدر من 30 سنة، وعلاج كيميائي صدر من 20 سنة، وعلاج هرموني صدر، وبعض الأحوال لو كان الشخص المناسب فهو ثروة لهذا الشخص. طب احنا ازاي بنعرف نحدد البروتوكول العالمي لمؤتمرات أورام الثدي؟ ده برضو من أهم الأسئلة أو التحدي بالنسبة لعلاج الأورام الثدي. إن يعني إيه بروتوكول؟ يعني مجموعة يعني عوامل وخطط مع بعض تمثل أسلوب العلاج. يعني البروتوكول اللي هيشمل إجراحة إمتى؟ بعد الكيميائي ولا قبل الكيميائي؟ بعد الموجه ولا قبل الموجه؟ العلاج الكيميائي هيبقى 4 شهور ولا 6 شهور؟ البروتوكول ده حاجة مهمة جدا لكل نوع. يعني السر في الوصول لأحسن نجاح في الأورام الثدي اللي ممكن تفضل مستجيبة لعشرات السنين ويبقى السيطرة عليها بنجاح لفترة طويلة جدا، والمريضة تستمتع بحياة وتربي الأولاد وتذهب إلى العمل وتنتج وتبقى في منتهى السعادة بأقل أعراض، زي مثلا المريضة اللي سمعانا دي صوتها رائع جدا، بتاخد العلاج هرموني بقالها أكتر من 5 سنوات وكل شيء جاي. مقصود إيه؟ الأسلوب الرائع بيعتمد على المريض المناسب. إحنا عندنا عدة أنواع من أنواع الأورام، كيف الوصول للنوع والمرحلة، وبعدين اختيار العلاج الأنسب. لا، مش من الحكمة، مش دايما 10 أدوية أحسن من دواء، بالعكس ساعات بيبقى دواء هو أقل أعراض جانبية أكثر قدرة على الوصول إلى الهدف من عدة الأدوية الكبيرة. فالبروتوكول بيحدث سنويا في خلال المؤتمرات، والجمعيات العلمية بتحدث البروتوكول كل سنة. السنة دي البروتوكول للنوع ده اللي هو مثلا الهرموني الموجب المبكر، الهرموني الموجب المبكر البروتوكول بتاعه 1 2 3 4 5، الهرموني السالب المبكر علاج البروتوكول بتاعه 1 2 3 4 5، وهكذا. تكامل بين الجراحة والأدوية والإشعاع، ده يسمى البروتوكول. أيوة يا فندم. طب احنا عايزين من حضرتك كلمة أخيرة توجهها لمرضى أورام سرطان الثدي. الكلمة الأورام سرطان الثدي أنه هو مرض أكثر الأورام انتشارا، ولكن يعتبر من أقل أنواع الأورام عنفا. يعني التعايش معه والشفاء منه والتقدم به يعتبر من أفضل أنواع الأورام. صحيح هو كتير، إنما الشفاء منه بنسبة كبيرة جدا ممكن جدا، والتعايش معاه بنسبة عالية جدا ممكن جدا جدا، بيعتمد على الاختيار المناسب لكل مرض. أشكرك دكتور أحمد سليم. إحنا للأسف وقتنا خلص مع حضرتك بسرعة، بس على وعد بقى يعني بحلقات تانية إن شاء الله لإفادة السادة المشاهدين. وطبعا العلاج المناعي الحديث دي حاجة جميلة جدا، يعني احنا اول مرة بنشوف حالات مستعصية تم شفائها. بشكرك لتشريفك لينا يا دكتور، وعلى وعد بحلقات سابقة. بشكركم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقات جديدة، وخليك معانا.